السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في فيديو جديد. هذا الفيديو سوف نشرح لكم كيف تكسب المال من أمازون أفلييت، كيف تكسب المال من الترويج لحملات التسويق بالعمولة على أمازون. هذا الفيديو سوف نشرح لكم مجموعة من الأمور، مجموعة من نشارك معكم مجموعة من المعلومات. لمعرفة المزيد انقر على سبسكرايب وابقوا معنا. قمنا بشرح التسويق بالعمولة على علي إكسبرس. هذا الفيديو سوف نشرح التسويق بالعمولة على أمازون. لكي تشاهد الفيديو اذهب إلى الوصف وسوف تجد رابط التسويق على علي إكسبرس. هذا الفيديو سوف نشرح أمازون. أول شيء تحتاجه لكي تبدأ رحلتك في التسويق وكسب المال من التسويق بالعمولة على أمازون، فأنت تحتاج إلى موقع. الموقع سواء كان مدونة، متجر، إلى ما غير ذلك، يحتاج أن يكون عليه زيارات وأن يكون موقع جاهز وليس موقع قيد الإنشاء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يجب أن تسجل في أمازون أسوسييت. رابط التسجيل سوف تجده في الوصف. سوف تقدم، بعد أسبوع أسبوعين سيتم قبولك، وهنا سوف تبدأ الرحلة وستبدأ المغامرة. كيف نبدأ؟ بكل بساطة نسجل الدخول على أمازون أسوسييت هذا الشكل. هذا هو شكل لوحة التحكم. نختار مثلا آخر أسبوع قمنا بالترويج أو بالحملات الإعلانية التي قمنا بالترويج لها. مثلا كما تشاهدون معي في آخر 7 أيام قمنا بجلب قرابة 905 نقرات، 3 منتجات تم شراؤها شحنها. قيمة هذه المنتجات هو $930، $84 كعمولة. يعني هذه المنتجات التي تم شراؤها $930 حصلنا على $84 كعمولة. نقوم بتحديث الصفحة لكي نتأكد أنه هذه الأرقام صحيحة وحديثة. كما تشاهدون معي $84. فهذه هذا هو شكل الواجهة. الدفع يكون على ما أظن تقريبا كل شهر، الدفع سواء إيداع على حساب البنكي أو تحصل على جيفت كارد أمازون إلى ما غير ذلك. فكيف نشتغل؟ المسألة بسيطة. سوف تجد رابط عليه مجموعة من الفيديوهات، مجموعة من الشروحات سوف تساعدك على كسب معلومات وكسب خبرة، لأنه نحتاج مجموعة من البرامج وهناك مجموعة من الطرق. أول شيء قم بمشاهدة هذا الفيديو شرح بين فلكس أجنسي. هذا الفيديو يشرح فكرة أو طريقة تساعدك على الترويج لهذه الروابط، روابط أمازون على موقع بينترست. سوف أشارك معك موقع حسابي أنا على بينترست. هذه الأرقام قديمة تقريبا بين فترة أغشت 3 أغشت على ما أظن فبراير، جلبنا قرابة 13 مليون مشاهدة، 7.9 مليون لدينا تفاعل، و 490 ألف تقريبا نصف مليون للتفاعل. يعني كما تشاهد معي أرقام جد مميزة، أرقام متفائلة، يعني أرقام خير. يمكنك الترويج لهذه الروابط، روابط المنتجات على أمازون. مثلا تختار نيتش، مثلا تختار نيتش معين وتقوم بالترويج له في هذه المسألة. مثلا نختار تكست هنا ونقوم بنسخ هذا الرابط. هذا الرابط أي شخص يدخل على هذا الرابط على أمازون، سواء قام بشراء هذا المنتج أو قام بشراء منتج آخر، فأنت تحصل على عمولة من هذا عملية الشراء. فمثلا نفترض أننا نروج لهذا المنتج. اذهب إلى هذا الفيديو وشاهد الفيديو لكي تستفيد كيف يمكنك تروج لذلك المنتج على هذه الطريقة. لأن هنا نستخدم برنامج اسمه بانفلكس أجنسي، وبرنامج ليس بالمجاني لك الدكتور فرفر بارك الله فيه، يقام بتكريكه وتوفيره بالمجان. هذه الطريقة الأولى أو النسق الأول. يمكنك أن تروج مثلا على موقعك. إذا عندك موقع مدونة منتدى سوف يمكنك استخدامه للترويج لهذه الروابط. مثلا إذا كان عندك مدونة بالإنجليزية وفرنسية وعربية يمكنك أن تستخدمها كواجهة أو كطريق لكي تروج لتحصل على مشاهدات أو تحصل على عملية شراء. يمكنك أيضا استخدام الفيسبوك، مجموعات الفيسبوك. هنا مثلا يتم طرح بعض الأسئلة، مثلا بعض الأسئلة حول عدسات، حول مثلا منتجات معينة. يمكنك أن ترد على هذه الاستفسارات وفي نفس الوقت تقوم مثلا بوضع مثلا هذا الرابط هنا، ليس بشكل عشوائي وإنما تضعه بطريقة يعني فنية. ومن خلال ذلك الشخص إذا قام بشراء أو دخل هذا الرابط أو قام بشراء فأنت سوف تحصل على عمولة. يمكنك أيضا أن تنقر أو تنشر الفيديوهات مثلا على يوتيوب وتقوم في نفس الوقت بوضع الروابط. أيضا طريقة أخرى اعتمد عليها وهي عن طريق تويتر.
استخدم تويتر ايضا لكي اروج للروابط، اتفاعل مع الناس. بعض الناس مثلا يستفسرون عن عدسات، عن روابط مثلا لمنتج معين، اقوم بالرد عليهم ومن هنا احصل مثلا على الزياره واحضر عمليه الشراء. هناك العديد من الطرق. مسألة الترويج هي ذكاء وفن يعتمد عليك مثلا انت، وليس هناك قالب وطريقة سحرية يمكنك تعتمد عليها. انا شاركت معك هذه الادوات، شاركت معك بعض الافكار. لا تنسى ان تقوم بمشاهدة هذه الفيديوهات وتشاهد هذه القائمة، عليها مجموعة من الامور، مجموعة من الافكار سوف تساعدك باذن الله، وانا متأكد سوف تساعدك لاني انا اصلا قمت بتجربة هذه الامور. وإذا كان لديك استفسار قم بكتابته في التعليقات أو شاركه على المجموعة، وإن شاء الله سوف يقوم بالرد عليك أحد الأعضاء وأنا أقوم بالرد عليك. دمتم في رعاية الله وحفظه، ونقول على سبسكرايب وشكرا للمشاهدة.